السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج المشهد الانتخابي. هذا البرنامج الذي تواكب من خلاله قناة المرابطون المشهد السياسي الموريتاني ما بعد انتخابات 13 من مايو، الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية. السجال يستمر في المشهد السياسي الموريتاني بين الفرقاء السياسيين، فبعد اجتماع استمر لساعات بين الأحزاب السياسية والداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فشلت الأطراف في الاتفاق على نقاط محددة بشأن انتخابات 13 من مايو ونتائجها. نحو 20 حزبا سياسيا من بينها أحزاب في الأغلبية تطالب بإعادة تنظيم الانتخابات بشكل كلي أو في بعض الدوائر الانتخابية، ذلك أن هذه الأحزاب ترى أن هذه الانتخابات شابتها الكثير من الخروقات تستدعي إعادة تنظيمها في بعض الدوائر على الأقل. هذا الرأي يرفضه حزب الإنصاف الحاكم ومعه بعض أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ونحن نستعد للشوط الثاني من الانتخابات، كيف ينظر الفرقاء السياسيون للمشهد الحالي وإلى أي حد هناك احتمال لإعادة تنظيم الانتخابات بشكل كلي أو على مستوى بعض الدوائر. في هذه الحلقة نستضيف أحمد جدو الزين، وهو نائب عن حزب الإنصاف وفدرالي الحزب على مستوى نواكشوط الشمالية. أهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة. كما نستضيف أحمد البكار، وهو نائب رئيس حزب المسار. حزب المسار يخوض شوطا ثانيا مع حزب الإنصاف على مستوى مدينة روسو ونيابيات مدينة روسو. أهلا وسهلا دكتور، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا لكم على تلبية الدعوة. بالنسبة لحزب الإنصاف، على الرغم من الخروقات التي اعترف بها في اليوم الأول من الانتخابات، يظل حتى الآن وعلى الرغم من طلب 20 حزب سياسي بإعادة تنظيم الانتخابات، يصر الحزب على رفض هذا المطلب، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا لقناة المرابطين على الاستضافة. من أجل نقاش موضوع الساحة، أولا هذه الانتخابات التي جرت 13 مايو جرت بطريقة طبيعية جدا، ولو لم تكن نتائجها هي المتحصل عليها لكانت بالنسبة للجميع طبيعية، لكن البعض تفاجأ من نتائجه، ونتائجه بالنسبة لنا نحن طبيعية، لأن الأحزاب لم تستعد أو لم تقم بحملات تقتضي منها تتطلب من الناخب أن يقتنع بها. ما جرى لم يكن هناك تزوير، ولم يقدم أي حزب دليل على أن هناك تزوير، بل قد تكون هناك عراقيل، لأن لجنة وليدة، لجنة انتخابات وليدة، عمرها 6 أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر، لا أدري كم، لكن قصير جدا، وبالتالي طواقمها ليست مجهزة التجهيز الكافي. ولكن طيلة اليوم لم تسجل أي خروقات طيلة اليوم وطيلة الليلة. لما بدأت ترد النتائج بدأ التذمر، والآن قلتم أنه 20 حزب، ليس 20 حزب، أقل من ذلك بكثير، 20 حزب، 19 حزب سياسي، بعضها تلك الأحزاب لا يطالب بذلك، لأن كثير من، أنا أعرف 20 شخصية نجحت من أحزاب مختلفة لا تريد إعادة الانتخابات، وبالتالي هذه الانتخابات طغى عليها شخصنا فغابت الأحزاب العريقة، وبالتالي تفاجأت من ذلك لأنها لم تقم بحملات، خرج منها أشخاص نافذون أو لهم شعبية وهم الآن نواب في هذا نتيجة لهذه الانتخابات، ولكن تلك الأحزاب لم تفاجأت بأنها لم تحصل على شيء، وبالتالي لا. أيضا القول بإعادة الانتخابات هكذا وكأن القضية لعبة، هكذا تصرف الأموال الطائلة وتستعد الناس ويستعد الناخب وتنهك الدولة من أجل بعد يوم أو يومين يقولون إعادة الانتخابات، إعادة الانتخابات تتطلب قرارا قضائيا من محكمة العليا أو المجلس الدستوري، ويتطلب ذلك من جمع الشكاوي وجمع الأدلة على أن هناك خروقات. أما هكذا فنجلس عندما هي ليست لعبة، هكذا عندما لم نجد شيء نقول يعيدون مرة أخرى هذه اللعبة. طيب، هذه مجموعة من النقاط سنتطرق لها لاحقا أثناء نقاش في هذه الحلقة. أستاذ أحمد، بالنسبة لكم في حزب المسار، هل هناك ضرورة
لإعادة تنظيم الانتخابات سواء على بشكل كلي أو على مستوى بعض الدوائر؟ شكرا، سؤال مهم. نختار نذكر الاجتماع اللي خليه البارحة الأولى بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، كان تحت إطار لجنة المتابعة، وهذه اللجنة تم تشكيلها بناء على الاتفاق اللي خلق، وأنا نسميه اتفاق تاريخي اللي خلق بين الأحزاب السياسية. أول مرة الأحزاب السياسية كاملة في موريتانيا بأغلبية ومعارضة يتواصلوا باتفاق سياسي من خلاله شكل لجنة، كنا راجين أنها تعود لجنة مستقلة للانتخابات، هي غير يواجع وضاح أنها لجنة للانتخابات مستقلة يواجع ما خلق. هذه اللجنة اجتمعت على طلب من أحزاب المعارضة وبعض من أحزاب الأغلبية، وسابق ذاك خلق تحرك على مستوى المعارضة وعلى مستوى بعض من أحزاب الأغلبية، وهذا التحرك ما خلق إلا عقب النتائج خلق سابقا، لأن منذ تشكيل اللجنة الانتخابات اللي أوضح من بداية تشكيل الطاقم فيها أنه تم اكتتابه بطريقة ذكية واضحة في الزبونية، تم اكتتاب 100 شخص من منطقة معينة، ولا استفادوا من قاعدة البيانات اللي كانت عند اللجنة اللي سابقها اللي فيها أكثر من 10,000 رجاج فقط عدلهم تكوين في هذا المجال، ما استفادوا منهم، قبلوا أشخاص بعيد كل البعد عن ذي الشغلة اللي لا يقوموا بها ولا خلق تكوين، وبالتالي ظهرت أثناء تحضير الانتخابات ظهرت أخطاء فادحة، منها على سبيل المثال الدليل اللي وزعوه سابق الانتخابات ظهرت فيها أحزاب ما تلات موجودة على الساحة السياسية، ونحن كحزب جديد ما ظهرنا، يظهر لك حزب مع شعار حزب آخر. يعني التحضير كان تحضير من بداية سابق العملية، يوم العملية الانتخابية ظهر علينا التحضير كان تعبان جدا، والناس اللي يواجهها في اللجنة ما كانت على مستوى التحدي، وهذا الشيء ثقيل ولهم منا، لأن هذا الاتفاق السياسي يعتبر اتفاق تاريخي، وللأمانة وزارة الداخلية لعبت فيه دور أساسي، وبداية أحزاب المعارضة دخلت شاكة على أنه لا كفتوا كل اللي سبقوه، والجو اللي خلقت وزارة الداخلية والجو اللي مر به ذا الحوار دونك أدفم روح أن ذا الحوار لا يؤدي النتائج، لا يتخدم الديمقراطية في موريتانيا وتخدم التنمية فيما بعد، وخلق ذاك الاتفاق السياسي اللي كان في كل مرحلة من مراحله يتنازل بعض من الأحزاب عن شيء من المطالب اللي من أجل يخلق وفاق عام، وخلق الاتفاق وفي النهاية نسفت كامل اللجنة. لكن على مستوى المطلب الرئيسي المطروح الآن عند بعض الأحزاب السياسية في الأغلبية وأحزاب المعارضة المتعلق بإعادة تنظيم الانتخابات كليا أو جزئيا، لا تقدم هذه الأحزاب ما يمكن أن يشكل دليلا قويا يكشف أو يؤدي لأنه هناك فعلا ضرورة لإعادة تنظيم الانتخابات. المسار كله من بداية الحوار بين الداخلية والأحزاب إلى تشكيل اللجنة إلى تحضير الانتخابات، الأحزاب السياسية كانت حاضرة، كانت شريكة سواء في الأغلبية أو في المعارضة، بالتالي هي شريك في هذه الأخطاء التي تتحدث عنها موجودة الآن، وتحمل اللجنة مسؤولية. صحيح. شوف، منذ تشكيلة اللجنة وبداية عملها وضح على أن توجه شؤون الانتخابات في توقيت أقل من 3 أشهر أنه مستحيل ويتطلب ياسر من 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 من, من الشغلة، وبالتالي الأخطاء كاملة اللي كانت تظهر كنا دائما نقوله هذا نتيجة لضغط الوقت، ولأننا شايفين أصلا من تعجيل قاعد الانتخابات إلى عتله لأن الانتخابات أهم من ذا كامل، ما لنا شاكين التعجيل إلين يعود لاهي يسبب هذه الأخطاء الفادحة ونوصل النتيجة ما هي اللي كنا نرجع، والأول كان يرجع الموريتاني علاش تعجل، وبالتالي ذا التعجيل اللي يعدل وذا الاكتتاب اللي قلت لكم اللي بتتبه مد، يا أخي في رؤساء مكاتب أميين، رؤساء مكاتب، هي انتخابات إلين يعود المحاضر ما هي موجودة،
وين هو الكلام عن الشفافية؟ وين هو الكلام عن التزوير مع أخرين؟ وين يعود المحاضر مع أخرين؟ حزب الانصاف من نفسه طالب بإعادة الانتخابات في نوادي البو، علاش يطالب بها؟ يعني تعود الانتخابات جرت بصفة سلسة ولا خلق بالنسبة له ما خلق تزوير ولا خلق شيء، علاش يطالبوا بإعادة الانتخابات في نوادي البو؟ ما في حزب سياسي في موريتانيا ما طلب إعادة الانتخابات في إما في موريتانيا كامل وإما في دوائر انتخابية معينة، علاش؟ هذا دليل قاع واضح أن الانتخابات خلقت شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق. إضافة لذلك على أن ذو الناس اللي مشرفين عليها ما هم مهيئين ولا يعرفوا الشغلة، رؤساء المكاتب ينصاعوا على أبسط الأسباب، رئيس المكتب وذم اللي يلاحظوا 70% المكاتب في موريتان أنك البلايص اللي تعود اللي يعودوا فيهم اللي تعود عندك فيهم ممثلين مكاتب إنين تعود الساعة 10 إلى 11 إن قال لك رئيس المكتب لا يرقد ولا يتوخو، يطلب رئيس المكتب انه يدور صوره من المحضر قالوا لا ذاك ما معطينا التعليمات فيه، وفوضى وفوضى. طيب استاذ احمد جدو، شنو هو تعريف التزوير عند حزب الانصاف اللي يقول عن هذه الانتخابات اللي طيف واسع من المشهد السياسي الموريتاني يقول عنها هي أسوأ تجربه انتخابيه مرت بها موريتانيا على مدى العقود الماضيه، ياسر من المكاتب وصناديق الاقتراع وعدد المسجلين أكبر من عدد الأصوات الموجود أكبر من عدد المسجلين أصلا، وهذا ظهر في ياسر من الولايات ما هو فقط على مستوى المكشوف، مناطق مختلفة من موريتانيا في ظل هذه الوضعية. وحزب الإنصاف وأنتم الآن قبل قليل قلتوا عنه ما كان فهم مستوى من تزوير الانتخابات، شنو تعريف التزوير؟ طيب أولاً لأن يعود هذه الوقائع أولا لا علم لي بأن حزب الإنصاف طالب بإعادة انتخابية بليد السوشني، طالبت بعض القيادات لا أنا علم لله أشياء رسمي، ما طالبنا بشيء، ما طالبنا بإعادة، رغم أن خسرنا 70 بلدية خسرناها وملا طالبنا في إعادة الانتخابات. التزوير احنا ما نعرفه، كان قاعد نقول لك انه خالق ولا ما هو خالق قبل قليل لكن تعريف التزوير انه الناس تصوت بطريقه ما هي صحيحه وتنقبل، هذا ما ظهر لي عنه خلق. شوف انا ماني جاي ندافع عن اللجنه المستقله للانتخابات، غير اللجنه المستقله للانتخابات خلقت بتوافق بين جميع الاحزاب، وهم لماذا ليلة الانتخابات ما يقولون هم مشاركين؟ الأسبوع السابق ليلة الانتخابات من محلفين هو ما قد تعدى اللجنة وتثق فيها وتتمم لنص الحبل ماسكوا، هذا ما يصح، هم محلفين وكتبوا ذا فوتوا شهرين ملي مكتتبين ومشاوا الناس شهر بليداتها، لكن ما أقصد اللي فيهم أنا بعد ما نعرف اللي فيهم يغير قاع، هو هذا بسيط، هو اللي يعود خلق شيء وخاول الدليل دليل بس محال يقدم، الدليل أكبر دليل يقد يقدم للمجلس الدستوري مثلا ما يتعلق بالانتخابات النيابية هو المحاضر قال لك عن 70% لا 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 في مبالغة في مبالغة شوف في شوف في كل بموجب قوانين لا أنا يعني شوف شوف هنا نقول لك كيف مزايدات الورقة الأخيرة اللي خاص بزرقة لها الناس، ما فيها حزب ما موجود ولا فيها حزب يعتقد فيها موجود، حنين أنا عيني لا هي التواقط وطبعوا بشهر سابق الانتخاب، وبالتالي التواقط اللي جات فيها جميع الأحزاب ما فيها حزب أهميلة ولا فيها حزب ملي ما ندار ولا فيها حزب ما وقال ندار 25 حزب وافقت كاملة لجنة الانتخابات هي كان أكثر جيتها معارضة، هؤلاء الناس قالوا لنا ما خلق أي تزوير، لا جانب تواصل ولا جانب أبيبي ولا جميع مهما كانت راديكاليتهم، حتى أن فيها ممثلين عن حساب ما جبرت قاع سبة واحدة، هالتحالف قاع وتواصل جبروا شيء، يا غير واحدين ما جبروا شيء، ممثلين في اللجنة قالوا ما خلق أي تزوير، التزوير تنقال التزوير المنظم خارج الخروقات اللي تخرج يعدلها هذا وذاك، نقدر احنا بروسنا عانينا منها، يا غير هذا ما معناها ان احنا نقولوا هنا عانينا، ما معناها انها حق ورد به باطل، الخروقات تخلق في كل شيء
والنواقص تخلق في كل شيء ولا خارج انتخاب. هاي الانتخابات الدولة وفرت لها جميع المستلزمات. احنا اللي يعني كنظام اللي دور الاحزاب كانوا مطمئنين خلق موجود. ليلة الانتخابات مشينا كاملين بطريقة توافق حنين في لك الين باش نعودوا ماشيين شرط سياق قاعدين نوصلوا الحل منه. النهار كامل ما قال حد سب واحد اللي ما نهار وقت ما قال حد سب واحد. إذن بدأت تجي النتائج بدأت الناس تصطدم في الواقع هي الأخطاء والتصريحات. حتى من حزب الإنصاف نفسه في منتصف يوم السبت قال بأنه قدم دلائل على وجود خروقات في مناطق واسعة. بالمناسبة كانت تقريبا خريطة موريتانيا كاملة من نواكشوط البوتليميت للحوض الشرقي. هاي لا ترقى هاي لا ترقى لأن تكون هاي لا ترقى ما خالف شو ما عنده شغل شو ما خالف شو عنده. احنا طردوا ممثلين حتى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قالت رؤساء مكاتب على مستوى بعض. انا ماني هو ما فهم في الساعات الاولى طبعا ما فهم شي مكتب ما فهم شي. بالتالي ما نقدر نقولوا عن الاحزاب السياسية ما تكلمت. الاحزاب السياسية لكن كلها اعطى تزوير واسع كلها اعطى. لا 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 ما هو تزوير ما في الى الان اي حد منهم قدم دليل. ما في اي حزب قدم دليل على التزوير. ما في اي حزب حتى الان مازال لا الكلام يقرقع علاش هي في محكمة عليا. لا انا ولا نحن الانصاف ولا اللجنه نفسها الى زكاه نفسها في محكمة عليا في مجلس. انا اللي شايف انا اللي بالنسبه لي غريب استعجال الناس على اعاده الانتخابات. الا عندهم يظهروا النتائج اعاده الانتخابات اعاده الانتخابات دون شيء دون نقدم الادله على التزوير. اذا نقدم الادله على التزوير هذا لا 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 لا, لا بالنسبه لي خلينا نطرح السؤال المتابع. بالنسبه لي هاي الروايه فيها هذا واضح. خلينا نطرح السؤال المتابعة ولين نجي لموضوع اعاده تنظيم الانتخابات ورؤيه الحزب الانصاف غير سابق ذلك. بالنسبه لكم انتم في حزب الانصاف الان ما قدمت الاحزاب السياسيه من ادله بالنسبه لكم لا 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 يبيح حتى الحديث عن موضوع تنظيم الانتخابات. لا 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 اسمح لي نطالب الاحزاب السياسيه بانتظار ما سيقرره المجلس الدستوري او المحكمه العليا. ونحن في الواقع الان موجود ما عندنا محاضر المناطق واسعه. اسمح لي المحاضر هذه مبالغه المجلس الدستوري قد يبت في روايه المحاضر اللي هي الدليل الاول ما هو موجود. هاي مبالغه ما هذه مبالغه. ذاك ذي مبالغه في ما خلق المحاضر وكذا. هو المحاضر موجودين معرمين وموجودين على المواقع وموجودين. هو شوف حنقول لك هو ذي اللي بالنسبه لي انا المسألة مشقين. خالي شق معلوماتي انا لا ازكيه ما قد اللي فيش ذي اللي يكتب على الشاشه يقال ذي المحاضر الفيزيك اللي ماديين هذا يبحث عنهم ويجبروا وموجودين حد مكتب ما هم عنده معناه انه ما هو خالق. طيب خلينا نشوفوا الموضوع المتعلق بالانتخابات. بالنسبه لكم شنو هي الحاله بالنسبه لحزب الانصاف شنو هي الحاله اللي الى خلقت تعود هناك ضروره لاعاده تنظيم الانتخابات؟ اللي تقرها المحكمه العليا انتبه المحكمه العليا الادله. احنا ما مقدمينها. احنا بالنسبه لنا خلقت خروقات لا ترقى لانها تعود قاعد يتكلم عن اعاده. طيب هل هو شنو الخروقات اللي لا خلقت بالنسبه لحزب الانصاف؟ شنو التلاعب الى المحكمه شوف هذا قاعد ما نصور على المحكمه الى عندنا على حزب الانصاف. بالنسبه شنو الخروقات؟ نعرف احنا حتى ننفيه قاعد شفت احنا ننفي خلقت خروقات ترقى الى اعاده اي شيء اي بليده. طيب بالنسبه لكم شنو هي الخروقات والله مستوى الخروقات اللي لا خلق في انتخابات يلا تعاد الين يعودوا الشهود اللي هم الممثلين المكاتب مكاتب مختلفه قدر كيف قالوا هم 70% والله 50% والله قاعد 40 والله 30% قاعد مع انه هو الانتخابات تتعاد في مكتب معين دون ان تكون لها تاثير على فقط نعرف حزب الين يعودوا المكاتب تعود هناك اي مكتب قالوا الشهود اللي هم ممثلين المكاتب كاملين منهم بلا محاضر وانه ما يعرفوا نتيجته كاملين هذا يعاد في ذاك المكتب. تعود هناك والله ضروري يعاد انتخاب ذا المكتب ذاك المكتب. شوف يعاد انتخاب بصفه عامه قاع ذا ما هو منطقي قاع يقر جزئيا بعض البلدات تخلق الى عاد هذه الحاله تكررت في 70% ما تكررت. شوف احنا شهود شفت انا كنت فاعل وموجود في الساحه وفي نواكشوط. ما هذه الحاله ما هي خارجه نواكشوط ما في نواكشوط ما في مكتب ما عنده محاضر
ما يخالقه. طيب ونيعود نواكشوط. نواكشوط بالمناسبة وياسر من مناطقه ظهرت في حالة غريبة، بعض المناطق يدخلوها صناديق اقتراع بعد إغلاق توقيت التصويت، وهذا مصور وموجود. وبعض الأخرى مناطق نواكشوط تعود فيها عدد المصوتين أكبر من عدد المسجلين، وأحيانا يعود أكثر من 200. لا 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 ليس موجودا. لا 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 فيه نفي باتا. شوف أنا ماني جاي، أنا قلت لك إن إنفورماتيك إذا أبغى حد يكتبها، إذا أبغى حد يقرأ المحضر موجود ويخرص. أنا ماني مزكي لك شيء، أنا أقول لك شيء موضوعي. إذا يعود المحضر ما هو خالي بعيد منه قاع، ما صوتت احنا 70% المكاتب شنو صوتت 30% من الناس المسجله فيه، 40% 50% 100% قاع ما خلى. بعض الاحزاب السياسيه صورت المحاضر ونشرتها من وين؟ ما ما لا, لا 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 بعض المناطق منين؟ لا 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 ما هو خالق. لا لا غير موجود، غير موجود. طيب استاذ احمد، لماذا الاحزاب السياسيه عندما يظهر لها انه نتائجها او انه مستوى التحضير اللي كانت تتعدد ليس بالمستوى الذي حصلت عليه في الانتخابات، اول شيء ترفعوا يلا خلونا نعيد الانتخابات، نحن ما اجبرنا عدد الاصوات اللي ندوروا، والله نحن ما نجحنا. في النهايه هي لعبه ديمقراطيه، انت نافست لم تستطيع الحصول، لم تقنع الناخب، هي لعبه ديمقراطيه وانتخابيه ويجب ان تتمتع بالروح الرياضيه. شكرا. شوف في انتخابات 2018 معنا انتخابات كانت عدد الاحزاب السياسيه زايد على 100 وسجلوا قدر من الخروقات والشيء غير ما هو طالب باعادته. علاش يطالب الاحزاب السياسيه حالا باعادته؟ وعلاش الاجتماعات كامله والناس مجتمعيه كانت تجبر حل وسط؟ لانه في ازمه، في ازمه سياسيه. نحن كنا شبه سابق الانتخابات، المشهد السياسي كان شبه سابق الانتخابات، والانتخابات المهم منها السكينه. هذه الانتخابات بدات المشاكل فيها من شوف الليله الاولى سابق الزرق، احنا ياسر من الممثلين لما كاتبون على مستوى نواكشوط ما فاتوا اعطتهم ترخيص انهم ممثلين، وهذا من عمل اللجنه يلا تعدل. شمل المكاتب ما انفتح، شمل المكاتب الى الان ما هو موجود، من المكتب اللي في اليوسكا الى الان ما هو موجود. ونين وعلم بها رئيس اللجنه قال لهم لا ذاك المكتب موجود وخالق، ونين بحثوا عنه ذاك المكتب الى الان ما فات انجبار ذاك سمعت به. ولا تقولوا الاحزاب السياسيه ما تكلمت، الاحزاب السياسيه من الليله اللي سابق الزرق اللي نحن نطرحوا الشكاوى ونعطوا ذم اللي بالادله، وعند ولا خارج حزب سياسيه ما معقول ان اقرب من 20 حزب الطالب بيعات الانتخابات ما عند عليه ادله، ولا معقول مد تجتمع في برحة الأولى إلى سانكير دو ماتان ما هو على رواية جدية. غير هذه لا فهم حزب مولي، ما فهم حزب ما 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 عانى من التزوير، ما تأثر من نتائج هذه الانتخابات. لكن المطالبة بإعادة تنظيم الانتخابات بهذا الشكل وكأنه العملية عملية عبثية أو سهلة يمكن أن تنظم بهكذا أو توف. نحن الآن والأحزاب السياسية تعترف بأن هذه الأخطاء السبب الأول فيها هو سرعة إجراء هذه الانتخابات في ظرفية وجيزة، بس محال الطالب الأحزاب السياسية بعد تنظيم الانتخابات بهذه الطريقة السريعة اللي شاك عنها وتوف لا خلونا نعيد الانتخابات. هذا يحسب على اللجنة الوطنية لأنها هي المسؤولة عن الانتخابات وعليها تخرص الوقت المناسب إذا كنت تعدل فيه العملية، وهي قالت إن ذا الوقت يوم 13 إنها لا تعود جاهزة، معناها على إن الوقت اللجنة كانت تقد تحدد وقت ثاني للعمليه الانتخابيه، وفي شمل الاحزاب السياسيه اللي كانوا مطالب قاعد بتاخير عن 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 اغسطس وسبتمبر في وقت المعهود اصلا، معناها قضيه الوقت لا ينقال عن اللجنه انها ما نعطاها الوقت، هي اللي تحدد الوقت وهي المسؤوله عن تحديد الوقت. واكدت مرات انهم اللي الوقت انها تقدر تعدل فيه انتخابات شفافه ونزيهه ومقبوله، واذا ما خلقت شفافيه ونزاهه ما خلقت وقت. طيب موضوع المطلب الرئيسي المطروح الان عند ياسر من الاحزاب السياسيه المتعلق باعاده تنظيم الانتخابات. نحن الانتخابات تنظم
تنظم وفق نصوص ولا أطر قانونية هي اللي تحدد من عند إعادة من عند تنظيم الانتخابات إلين المحطة النهائية فيها، وفي حالة عاد وجود فرصة ولا احتمال لإعادة تنظيم الانتخابات، كل هذا تحدد النظم والأطر القانونية. لماذا الأحزاب السياسية ما تتحرى ولا تقبل الطريق القانونية المعروفة لطلب إعادة تنظيم الانتخابات؟ في مجلس دستوري، في محكمة عليا، فم جهات هي اللي يرجع لها ويقدم لها الدليل، بسم الله نحن نطالب بإعادة تنظيم الانتخابات بناء على هذا الحجم من الأدلة اللي بالنسبة للأحزاب السياسية يؤكد أنه هذه الانتخابات هناك ضرورة لإعادة تنظيم. شفت الهدف من هذه الاجتماعات كاملة إياك نتوصلوا للحل السياسي، نحاولوا قدر المستطاع. شفت هذا الحوار الأحزاب كاملة بما فيها الأحزاب الأغلبية والمعارضة نثمن النتائج اللي توصلنا له، وبالتالي شيء كامل لا يقد يتم محافظة على ذاك الاتفاق السياسي، الأحزاب كاملة مستعدة، ولا يثم حزب سياسي بشارك في ذلك الحوار ما قدم تنازلات من أجل إنشاءه. ضرك نحن القانونية وذلك رواية أخرى وعندها طريقها وكل حد يعرف ذاك اللي لا يقبلها. نحن ضرك في هذه الاجتماعات اللي نعدلوا نخرصوا كان نجبروا حل سياسي توافقي يوخونا من هذه المهزلة اللي دخلتنا في لجنة الانتخابات. طيب شنو الحل اللي يمكن أنه يخرج من هذه المهزلة؟ بالنسبة للأحزاب الأغلبية، بعض أحزاب الأغلبية 9 أحزاب قدمنا اقتراحات وذيك تناقش حالا ما نقدر نتطرق لها، فهم اقتراحات ومازال التشاور حولها. طيب من درك كانها تشمل إعادة تنظيم الانتخابات ولو على مستوى بعض الدوائر؟ المطلب الأول إعادة الانتخابات، وفي حالة ذاك ما قد يصح نشوف الآليات اللي تقد الحلول اللي تقد تتبع عقب ذاك. طيب أستاذ أحمد جدو، هذه الانتخابات جاءت عقب فترة من الهدوء السياسي تقريبا استمر على مدى السنوات الماضية منذ وصول الرئيس محمد، لكنها بشكل مفاجئ فجرت المشهد السياسي الموريتاني، وكأن هذا الهدوء كان تحت بركان وعاصفة سياسية. الآن الحلول السياسية اللي تقد تعيد المشهد لما كان عليه قبل انتخابات 13 مايو، خصوصا أنه الأحزاب السياسية منها الأغلبية وأحزاب المعارضة في طريقها للتصعيد. اليوم المعارضة كانت في مظاهرة كبيرة شارك فيها الآلاف، سابق ذلك كان في حديث من بعض الأطراف عن خطورة ما يمكن أن تؤدي إليه هذه النتائج، حدث بعضهم عن حملة سياسية ضد الدولة. بالتالي شنو الحلول اللي يمكن أن تقود لأنه البلاد تخرج من هذه الأزمة وهذا التصعيد اللي هي مقبلة عليه اللي بلغ هذا المستوى؟ شوف، هي القضية كانت عادية جدا لولا كانت النتائج هذا نبتها. النتائج بالنسبة لنا احنا متوقعة. شوف، هو هذه انتخابات، أول انتخابات في هذا العهد. هذا العهد شهد تحولات، تهدئة سياسية غير مسبوقة. البحث عن المطالب اللي كانت الدور المعارضة واتفاق عليها الشعب الموريتاني كامل. وشوف تهدئة أفقد الأحزاب اللي كانت أصلا تعيش والله زاد شعبيتها تجيها من قضية التوتر. وبالتالي تفاجئت الأحزاب أنها ماتت عندها قواعد. هذا هو اللي خلق أحزاب الأغلبية، ملي ما عاد محمد رئاسي، ما عاد حملة انتخابية، وتفاجئوا من نتائجهم. هذا هو التحليل المنطقي اللي لكن بغض النظر عن هذا نتائج هذه الانتخابات لا يمكن أن ينكر أحد أنها قادت لتأزيم المشهد السياسي. أحزاب المعارضة اليوم كانت تأزيم مصطنع. شوف، تأزيم مصطنع بغض النظر عن مصطنع أو غير مصطنع. الآن المشهد السياسي الموريتاني في هذه الحالة لم يعرفها من قبل أحزاب الأغلبية حتى عاد تطالب تنظيم التأزيم السياسي المصطنع. لا بد أن تكون هناك حلول لخل الخروج من هذا التأزيم بغض النظر ما هذا أنا بعد يقدر ما هو رأي حزبي. أنا بعد بالنسبة لي هذا نوع من الابتزاز، هو شيء مصطنع ما يقدر يعامل معه، شيء ما عنده موجب ما يقدر يعامل معه. هي حملة واضحة باهتة عدلوا هذه الأحزاب السياسية اللي ما عادوا قاع خالقين في المشهد، عدلوا لوائحهم من مدة ما يعرفوها قاع وهم ما تعرفهم في نفس النهار اللي سابق الانتخابات، ومشاو يعدلوا حملات كلهم على شاكلته. ينجح عضو ينسحب من حزب
ويجي الحزب آخر، ذاك الحزب اللي يمشي عنه مات يطلع منه نائب، وذاك الحزب اللي جاي يطلع منه هو وحده. هذا عندنا عندنا في مثلا وطالعوا المستقل حكم الشخصيات. نقول لك إني نقول لك 20 حزب ما يطالب معنا، 20 شخصية نشحت الآن من أحزاب لأحزابها الطالب بالإعادة، وهم ما يطالبون بالإعادة، اللي هم اللي نشحوا اللي استغلوا توفى. إذا المشهد يا الله الأمور لا تعود تقيس شيء واقعي وتقيس الأسباب اللي أدت إلى هذا. طيب هذا رأي شخصي بالنسبة لي، بالنسبة لي لا لا هذا شو من رأي الحزب اللي رأي يعني لو اللي أنا فقط سمعتكم قلت النقطة عيني على قضية الابتزاز. النقطة الأخرى أعلن 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 الحزب الإنصاف ما حصل قاع فاته، ما فات حصل 50%، بعد حصل 50%، وجميع الأحزاب كلها حصل ذاك اللي محصل. فما أحزاب بالفعل حصلت شيء جديد نتيجة لترشيح شخصيات جديدة وعندها وزن، وفما أحزاب اختفت. هذا المشهد يحتاج تعقل معه الواقعية. هاي الأحزاب اللي عليها تعيد أوراقها، بالنسبة لي أنا هاي الأحزاب يلا تعيد أوراقها وتعيد. هذا رأي موجه للأحزاب السياسية، لكن إحنا الآن نناقش حالة سياسية يعيشها المشهد، حالة في طريقها للتأزيم. لا إلين يثبت شو عميني بالنسبة لي ما أحزاب الأغلبية تطالب بإعادة تنظيم الانتخابات، أطراف أخرى حذرت من إنه هذه النتائج قد تقود لحمل السياسي. بالنسبة لحزب الإنصاف شنو هي الحلول اللي يمكن أن تؤدي إلى أن تعود الأوضاع إلى ما كانت؟ لا إلين تعود، لا إلين يثبتوا كل شيء يثبت القضية لا العدالة إلين والمحكمة العليا والمجلس الدستوري إلين يثبتوا أن فهم تزوير وفهم تلاعب أي بلاد خلق فيها يلا يعاد فيها ذا إلين، وتوف قضية عادية ما فيها الكارثية ولا تصوير هذا أزمة. ما فهم أزمة، ما فهم نظام متغول ولا فهم حزب متغول، ويقال فهم حزاب صلقوا وفهم حزاب تفاجئوا انه ما تلاقوا المشهد. كيف قضيه التزوير نحن دائما نطرح السؤال حول تعريف حزب الانصاف لهذه المصطلحات. شنو هو تعريفه للازمه؟ يعني نعود هذه الحاله اللي فيها المشهد السياسي الموجود هذه الازمه، هذا ايام سوريا ما هذا ايام سوريا اليوم غير مسبوقه. هم هذا بالنسبه ما في ما في ما في ما في اي ازمه، ما في اي ازمه. النظام ما هو طرف قاع حتى الآن، النظام ما هو طرف، ما هو طرف. خالد شين قال لسيني لجنة مستقبل الانتخابات عدلت انتخابات شارف عليه بطريقة فنية وجات النتائج بعكس المتوقع عند البعض. بالنسبة لي أنا ما هو متوقع جدا، أنا كنت راعي في نواكشوط، الراعي في حلوايح بلدية ماتت عندها أبوة، ماتت عندها حد تابع، والراعي في نواب مترشحين مات عندهم أمل به اللي قاع حزاب اللي كانوا مركزين عليهم ماتوا خالقين يا غير. وبالنسبة لي النظام ده ما هو فيه، النظام قاعد ما دخله قاعد نهائيا، ما هو اللي مع الدرسيني ولا هو اللي يقرر النتائج ولا هو اللي مالي يطالب انه يعلن الانتخابات، ما يقدر يعلنهم النظام، ما يقدر يعلنهم. معناها طيب الازمه تنقال بين النظام والمعارضه، هذا ما في ازمه، هذا ما في، هذا اللي نعود فهم خروقات وفهم شيء يرقى الى الاعاده في بليده لا يحكم بها المجلس الدستوري المحكمه العليا. اي نعود قاعد المجلس الدستوري المحكمه العليا الناس قاعد ما لحقتها، وهم لا تتباكى مع السيني هون، سيني لجنه فنيه واكثريتها معارضه وقالوا انهم وخلقت ازمه عاتر بين ثقه بين اعضائها اللي فيها المنتمين لاحزابهم باللي اختاروهم قبيل وما عرفوا حلفوا لا تلاقوا انتماؤهم شيء، انتماؤهم للقسم والاخرين شاكلهم انتماؤهم. طيب واضح هناك نوع من التناقض بين خطاب احزاب الاغلبيه والاحزاب بشكل عام المطالبه باعاده تنظيم الانتخابات ومستوى تحركها لتحقيق والله لفرض هذا المطلب. اللي انت عود الاحزاب السياسيه المطالبه باعاده تنظيم الانتخابات، ما هي معترفه بهذه النتائج وبالنسبه لها خلق ذا المستوى من التزوير؟ ما لماذا ما يستقيل ممثلينها اللي هي اختارتهم لياك يمثلوها في اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات اللي هي مشرفه على هذا؟ هذول الاشخاص زكاتهم اطرافهم السياسيه وقدمتهم للجنه المستقله للانتخابات وهم اللي مثلوها في اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات. هذه الاطراف ما علقت على الموضوع ولا انسحبت من اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات ولا طالبت باعاده تنظيم الانتخابات. انا مستغرب من ضيف الكريم اللي يقول على النتائج انها كانت متوقعه، النتائج اللي حصل عليها حزب الانصاف واذكر كلمه الاغلبيه. مستغرب مولي من حد من الانصاف يتكلم عن الاغلبيه، احزاب الاغلبيه، لان احزاب الاغلبيه احد جبرت العداء منه حزب الانصاف من بدايه الحمله، اللي مسؤولين من حزب الانصاف
يمارسوا التهديد ويمارسوا ياخذوا تصريحات على ان اللي خالق الاغلبيه ما هي خالقه، خالق الانصاف، ونحد ما نلقى ان اشبه احزاب المعارضه من احزاب الاغلبيه. وحزب الانصاف تحضيره الجيد ما ظهر، لانه في النوادب وكان عنده مرشح، وفي نهايه الوقت بدلوا جا مرشح. في القوارب كان عندهم مرشحين يرشحوا رقاش، وينما يطلع يقول لهم يا وانا ما ترشحوني لان قيس الحزب الفلاني، يرجعهم اللي يقولوا راهو فلان مرشح. معناها عند ارتباك كان خالق، والنتائج ما الله ما كانوا متوقعينها. ومستحيل حزب يجبر اسبع نواب في اللائحه الوطنيه، مستحيل، ولا كانوا متوقعينها. غير اللي خلق فوضى، وواضح قاع من 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 الارقام اللي تشوف في ست سنين. انا فما احزاب، واضح ان فما استهداف لهم متالبين، ما لكن لهم مره يجي فوق الثاني، يا غير بعد حجيتهم واحده. هو النتائج يجون من موريتانيا كامله، وخالق حزب يقعد ممثل اكثر في منطقه معينه من منطقه ثانيه. شنو تفسير ان يعودوا ذو الاحزاب لا ماشيين؟ واضح انهم ذاك فهم الاستهداف معدل ذيك الاحزاب، نتيجه تصريحات قالوها على انهم ضد الكلام اللي قال حزب الانصاف في الحمله. اذا ما فهمنا بخصوص سؤالكم، لجنه اجتاز الحكماء فعلا خمسه منهم شكلتهم المعارضه، كل حزب اقترح، وخالقين سته كامل المفروض ان تشكلهم احزاب الاغلبيه. وكيف تعرفوا احزاب الاغلبيه 17 ولا قدوا يتوافقوا؟ ما قدوا يتوافقوا، وخلق احتكام لرئيس الجمهوريه، وجاءوا سته كانهم يمثلوا حزب الانصاف، ونحن بعد ما يمثلون حزب احزاب الاغلبيه، غير نحن بعد ما يمثلون، لان قاع الاخبار نجبرها لا من عند اصحاب المعارضه، لانهم كانوا معنا في الحوار وهم نجبرهم عندهم الأخبار. لكن سؤال بغض النظر عن ذلك، ثم بعد وافقت تعلن هذا الناس يعودوا في سيني وعودوا حكماء، صح؟ هذا الناس مؤتمنين واداوا القسم ومشرفين على العمليه، ما فيهم حد قال عن فم تزوير، ما فيهم حد قال عن ذل الحق من مستوى التزوير. يلا تنظر الانتخابات يوم الزرق، ما عندنا شيء ضد هذه اللجنه، بالرغم من ضمن الاخطاء والخرقات اللي قلت لكم، الاكتتاب اللي ذوك واضح انه فيه المحسوبيه والزبونيه، وان الكادر اللي فيها ما هو مؤطر، يا غير ذا كامل قابضينه على انه هذه فوضويه اللي تطبع قاع المجتمع الموريتاني كامل، يا غير على ان النيه حسنه. يوم الانتخابات الأخطاء اللي خلقت وضاح لنا رواية مبرمجة، هذه رواية مبرمجة، رؤساء المكاتب اللي قبل واضح انها رواية مبرمجة. سمعت النتائج، ونختار نقول لكم الأحزاب السياسية من نهار السابق الزرق بدأت تطعن في اللجنة، وأيام اليوم الزرق كامل وبداية فرز النتائج، هذا كامل أخطاء فادحة، بدءا بعدم توفر بطاقات الناخب، لك سمعتني به، المكاتب تجبر مكاتب الناس اللي واحدة قالوا انها جات ليت زرقين سوى لها، قال انت اسمك، قالت له، قال لي عيشة ارحمها. الناس اللي ما كانت مسجلة اصلا، نعرف واحدين في كوت ديفوار طلعوا اساميهم، سمعت، وخلق مولي بطش كبير في الذين قالوا اللوائح الوطنية، لان اللوائح الوطنية ياسر من الاحزاب ما يعودوا ممثلين في موريتانيا كاملة، ذوك اصواتهم كاملة بخصوص اللجنة، اعترفوا على ان فيهم حد كان يقبل اللوائح اللاغية، كان يقبل اصوات اللاغية ويعطي لبعض، لكن هذا ما يرقى المستوى الطلب الموجود الان عند احزاب الاغلبيه واحزاب المعارضه المتعلق بعد تنظيم الانتخابات. هذه خروقات اللجنه عندها الشجاعه انها تعترف بها، قدم المسؤولين عنها للعداله، غير ما ترقى المستوى. منين يعودوا احزاب؟ منين تعود 19 حزب من 25 حزب موجوده مطالبه باعاده الانتخابات؟ وهذه 19 لو كانت قاع لا الاحزاب اللي نقولوا ما نشحد، انا فهم احزاب حقت نتائج ما كانت متوقعتهم طالبه باعاده الانتخابات. حزب الانصاف نفسه تكلم عن الخروقات وطلب باعاده الانتخابات في نوادب وصرحوا بها واحدين منهم. سمعت الاحزاب لي دي بي كانوا من ضمن الاحزاب اللي مطالبه باعاده الانتخابات بعد عقب مسحهم. ما خالق حزب سياسي ما هو، وحتى الشارع 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 الموريتاني يعرف ان هاي الانتخابات انها مزوره، وانها طيب، وانها قاع ما هو انها مزوره وحدها، انها طلعتها الفوضى
الكروية وتولاتها مد صراحة ما هي مؤطرة ولا عدد ولا عدد وعدد شغل. طيب حزب الإنصاف إني تشتد معاه أخبار موضوع المطالبة بإعادة تنظيم الانتخابات، هو يقول عن الأحزاب لم تستطع تحقيق نتائج بالتالي كان عندها المطلب، وينسى كان عندها المطلب الأول إعادة تنظيم الانتخابات، ينسى إنه هو كان مستغل كل ما يمكن أن يستغله من وسائل الدولة ومن خطاب التهديد ومن خطاب الوعيد ومن شو خطاب إياك يحقق النتائج على مستوى أحزاب على حساب أحزاب الأغلبية. أنا ما فطرحت السؤال لكن وهذا الاتجاه يبدو أنه قابلوا أيضا على مستوى الشوط الثاني من الانتخابات، فيها أطراف منافسته في بعض المناطق منها روسو ومنها نواذيبو تتهمه بشراء الذمم لأنه خايف من ذا اللي خلق له في الشوط الأول يخلق له في الشوط الثاني أيضا. شوف احنا متعارفين السياسة متعارفين، شفت احنا حزب الإنصاف تأخر حتى في وخل يخرج مرشحين، هاي الأحزاب اللي قايلة أنها أحزاب ما قبل توخل مرشحينها تحاني تجبر الناس المجلشة من عندنا، وبالتالي هي قاع أحزابها صعب انك تقول احزاب يا غير ملي، رغم ذلك هي قانونيا احزاب يا غير بعد هي اللي مرشحه لا واحده من احنا مده وقاعده بطريقه كيديه لا هي تفرق حزب، معناها هي الناس متحاميه كامله على حزب الانصاف، اسوا معارضه واسوا موالاه قاعدين يحانوا لين نوخذوا احنا مرشحين يراهم اللي جلج من عند احنا يرشحوهم. اذا هذا احنا شيء واقعي، اختار نتكلم لا عن شيء واقعي، التهديد ما خلق من نسبه واحده، التهديد خالق موضوع خالق موضوع حنيني خالق موضوع من الوزير من تهديد على المعارضه ما انا متكلم وصلت حنيني حنيني صرت الناس اللي ما وصلت لي ايش عدل وقال تبع وصلت لي وصلت لي في حزب عنده الوظائف وصلت لي تميع خارجين أطر من البوليميك داخل نعنا، معناها الشيء من الميوع أهم واحدين من دي الصافي يعدلون بين نعنا ولا يعني الناس أخمى يعني قاعد المعارضة واحدين من نحن يمشوا المغاضبين صنت لي أن الصحح لك الموضوع المغاضبين نحن يجوا يقولوا للناس العامية نحن توما داعمين الرئيس وداعمين حزب الإنصاف، هذا لاكي في الإنصاف، هذا الحزب لاكي في الإنصاف، سمعت وعودوا عادوا لا يعدلوا في نحن ويوعى في حزبنا انه منه 10 حزاب انه حزبنا 20 حزب ان هذا لا الانصاف وهذا لا الانصاف وكذا وكذا ايش قلنا احنا باطرنا لا باطرنا ولا استخدمنا اله الدوله ما قد تشوف اي شيء ولا قد يقول لك حد نسخ لك اجتماع في مكتب ولا شيء، هذا مزايده ممثل الحزب مزايده ممثل الحزب مزايده احنا عندنا ترشيحات وعندنا المناصب ايش يفهم عندنا يقول الوزير الاول احنا قلنا حكم قلنا حكم عندنا بعد لين يقول له بعد المناصب ان احنا شو لنا حكموا عندنا بعد المناصب شو لين نعود احنا هم الحاكمين عندنا بعد المناصب السياسيه وعندنا المناصب والمناصب الفنيه ما هم عندنا اللي يبقى يكبرهم يا غير احنا بعد والله احنا لنا حكموا عندنا المناصب وبالتالي نقولوها حزب اخرين يقبضوا ملي يعود ملي عندهم مناصب معناها نحن ما هددنا وإلى الآن ما خلق منه شيء، هذه المهرجانات نحن الداخلية فينا نعدل قرية مثلا والله دشرب والله شيء يجوها شم الأطر ويقولوا لهم احنا الإنصاف اللي احنا ولا هم يعودوا كانوا معنا احنا في حملتنا داخل معنا في اجتماعاتنا عندنا ياخذوا الترشيحات هم لا هم يراعي فيهم العامية تراعي فيهم معنا احنا يرجعوا يقولوا لهم هذا لا واحد احنا الإنصاف هذا هو اللي مشينا في حملة ولو ما عدلناها يعودهم ميوعة شديدة ونضر منه وبالتالي ما لقى من ضر منه المعارضة ما قدر نشوف تواصل ما قط جينا وقلنا له رأيك كذا ولا رفض ولا أبيبي ذم يعنونا هذه حملة داخلية في إنصاف باللي إحنا خارجين بعد الحكم واقفين قدام مقراتنا لا هي يقبلوا خلقنا. طيب إلى المقبلين على الشوط الثاني من الانتخابات وسنخصص ما بقى من النقاش لهذه النقطة، إحنا الآن مقبلين على الشوط الثاني من الانتخابات فيه اتهامات حزب الإنصاف في دوائر مختلفة أنه شرع في شراء الذمم في بعض المناطق اللي حاس هو أنه مستوى حضوره فيها ضعيف وأنه لن يستطيع الفوز في الشوط الثاني فيه شراء الذمم، إحنا قاعد تغلبنا فيه الناس الأخرى شراء الذمم أكثر من نفلت الناس الأخرى وهي اللي تعود مراصدة ما في حد مترشح من البلدات الأخرين ما في حد عادي مترشح من حزب عادي رجال الأعمال هم اللي ترشحهم الأحزاب الأخرى إحنا نرشحه عادي إطار عادي يترشح من حزب الإنصاف يقر ما تجبر إطار عادي مترشح من حزب أخر يقر تجبر رجل أعمال
وبالتالي شراء الذمم يخلق الله في الأحزاب اللي مناهضت نحن، هذا هو اللي يخلق. طيب واضح، شكرا جزيلا. أستاذ أحمد، نحن الآن على بعد فترة وجيزة من تنظيم الانتخاب، من تنظيم الشوط الثاني من هذه الانتخابات. في حديث في بعض المناطق عن شراء حزب من طرف حزب الإنصاف في دوائر مختلفة. بالنسبة لحزب المسار ينافس حزب الإنصاف في بعض الدوائر في الشوط الثاني من الانتخابات، هل هناك بوادر أو أدلة لدى منافس حزب الإنصاف هذه الدوائر أنه فعلا فم مساعي لشراء الذمة؟ شكرا. بخصوص نرجع شوي، أنا استغرب أنني قال لك هذه الانتخابات واضح تداخل النفوذ، استخدام النفوذ فيها، وتصريحات الوزير الأول وعيد اللي ينقال لك الوزير الأول بعد ما استقبلوا الوالي وقال لك مشي كمناضل، حد مناضل في حزب سياسي إنني يعود يهدد بنحد مشعن الحزب إنه لا ينقز، هذا هون استخدام نفوذ الدولة، والله ما هو استخدامه. إنني يعود يمشاو فوكلاتين قال لك سادة الوزراء، أرى هو سادة الوزراء وزير عنده الحق بممارسة السياسة، يعني ما هو وزير، وزير موريتاني كان سادة الوزراء، أرى هو تسجيل، أرى هو الزرق مازال متواصل، ولا إن شاء الله التلفزة توخذ إن شاء الله هو بيان بدأ، هذا ما هو تدخل سافر في النفوذ، في استخدام النفوذ والضغط على الناس. بخصوص القوارب، القوارب عندنا شوط ثاني مع حزب الإنصاف، وكنت نختار وقاع لا ما نشاركه، لأنه وزراء الدولة اللي مفروض أنهم يعودوا هون ويخدموا الشعب مشاو كاملين شور القوارب، وأكيد هذا عنده يترتب عليه أن العمل هون لا يتوقف. في القوارب خالق دشرة 16 كيلو من روسو، لهم شيء يطلبوا يدوروا طريق معبد، والحمد لله جماعة الإنصاف قالت لهم ذاك لا يعدل، يا غير يبدون ذاك ما وجد عليهم، وقالوا إنهم ذاك ما هم إنهم فاتوا عطاوا التزامهم بالمسار وإنهم لا يزرقوا. خالق مخلوق عنده فرماسي في القوارب انقفلت اليوم، قالوا إنه جاء تفتيش ولا يجبر بعد شيء ضده غير استخدام النفوذ والتوفلية. والنامس حزب الإنصاف معدل مهرجان في القوارب، هذا شيء محرم، ونين علمنا الحاكم قال انه ما كان عالم به ولا اتخذ اجراءات وعدل ذاك المهرجان. فهم رجال الاعمال، فهم الوزراء، فهم الضغط، فهم شراء الذمم، الناس اللي معروف انها ما هي لا يتصوت ينقبضوا كردان ديتاتهم ينشروا ب 20000 و30000، وهذا هو اللي يواجع هذا. لماذا حزب المسار اللي يعود عنده الدليل ان هذا خلق ما يقدمه قطعون انه هذا الدليل، وان احنا في دوله قانون وعندنا جهات هي المسؤوله عن متابعه هذا ونقدموا لها بالدليل وينتهي الموضوع. عندنا الادله، وانا اشرت على صفحتي في فيسبوك فيديو من 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 أطر الإنصاف يتكلموا التهديد اللي قالوا للمزارعين، إذا كامل عندنا الأدلة، ويدور إن شاء الله نقدمهم في الوقت المناسب في أدلة. واستخدام النفوذ كنا شاكين على أن الاتفاق السياسي أنه لا يقطع موريتانيا شورى مراحل أخرى غير واجعة، جماعات في حزب الإنصاف يبدون ما زالت لا تختار ذاك النمط السياسي القديم وذيك شراء الذمم وذاك تدخل نفوذ الدولة. وأنا ماني فاهم قاع التعددية أن يعني يعود الإنصاف لا هي مدة فازت بذل الأسلوب وبذل الطريقة، لا يفق ذاك حزب الإفار اللي كساعة حملة الانتساب في تجنين جبروا 400 ألف منتسب وعقبة انقلعت منهم بلدية تجنين في النهاية. إذن مشاهدين الكرام، بذلك نأتي وإياكم على ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد الانتخابي. باسمكم جميعا أشكر أحمد جدو الزين، وهو نائب عن حزب الإنصاف فائز بالانتخابات الأخيرة وفدرالي الحزب على مستوى المواكشوط الشمالية. كما أشكر أحمد البكار نائب رئيس حزب المسار، شكرا لكم على تلبية الدعوة، شكرا على هذا النقاش، شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. لن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج، هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم.